أسواق المملكة العربية السعودية لها خصوصية كبيرة جداً للحاصلات الزراعية المصرية. السعودية من أكبر الدول اللي بتستورد حاصلاتنا الزراعية، وبالتالي أي خلل في هذه المنظومة بيحصل ارتباك. فجأة المملكة العربية السعودية ثلاث شركات للتفتيش واعتماد المزارع المصرية، فجأة خففت الإجراءات. إحنا وصلنا لفين في الملف ده؟ طبعاً المملكة العربية السعودية تعتبر بالنسبة لنا فوق ان هي دوله شقيقه، وبنعتبر ان الشعب السعودي هو زيه زي الشعب المصري بالظبط، ودايما دول الخليج كلها كده بالنسبه لنا. المملكه العربيه السعوديه بتمثل لنا اهميه تصديريه كبيره زي ما حضرتك قلت، وسوق تصدير كبير، لانها اكبر دوله عربيه بتاخد صادرات زراعيه مصريه. اشتراطات التصدير للمملكه العربيه السعوديه لازم تكون دايما محكمه، ولازم تكون بتضمن جوده المنتج بس بدون اعاقه للتصدير. زي ما حضرتك قلت، في 2021 المملكه العربيه السعوديه طلعت قرار كده بان كل الشحنات اللي بتتصدر لازم تكون مصحوبة بشهادة من أحد شركات المطابقة الدولية، والشهادة دي بتبقى شهادة مكلفة جدا. طبعا احنا اعترضنا على هذا اعتراض كامل. هيئة الدواء والغذاء السعودية تحديدا. بالضبط، هيئة الغذاء والدواء السعودية. عملنا مجموعة كبيرة طويلة، سلسلة طويلة من المفاوضات معهم. رحنا زرناهم في الهيئة على بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الزراعة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورئيس الحجر الزراعي المصري وسيادة السفير المصري في السعودية ورئيس المجلس التصدير للحصلات الزراعية. عملنا الزيارة دي في الأول عشان نطلب الطلب بتاعنا، وطبعا وعدونا انهم يدرسوه. قعدوا يدرسوه فترة طويلة، وكان في بقى مباحثات فنية طويلة بيننا وبينهم عشان نلغي هذا الشرط. انتهت المفاوضات انهم يجوا مصر، وانا قدمت لهم دعوه بنفسي، قلت لهم تعالوا شوفوا منظومه التكويد اللي احنا عاملينها عندنا في مصر. منظومه التكويد هي بديل امن وبديل علمي ومنطقي وطبيعي لمنظومه شركات المطابقه. تعالوا شوفوها واحكموا بنفسكم، لو ما عجبكوش ما تستجيبوش. بقى قدامهم التكويد وبقى قدامهم شركات المطابقه الاجنبيه. شافوا بقى منظومه التكويد على ارض الواقع، وشافوا قد ايه ان منظومه الشركات المطابقه دي هي مجرد منظومه ورقيه مقارنه بمنظومه التكويد والمجهود الضخم الكبير اللي بيتعمل في منظومه التكويد. اقتنعوا تماما برؤية الحجر الزراعي المصري ووافقوا وهم هنا معانا. الكلام ده كان في شهر مارس اللي فات. سافروا وفعلا جالنا خطاب رسمي من هيئة الغذاء والدواء بان هم اعتمدوا منظومة التكويد الحصلات الزراعية تحت اشراف الحجر الزراعي كبديل لمنظومة شركات المطابقة. خلي بال حضراتكم، الحجر الزراعي المصري مع كل محصول ينتهي من تكويد مساحاته بيسلم كل مزارع كتيب مهم جدا بيتضمن كل المعاملات الزراعية اللي تسمح ليه بالتصدير، زي التسميد ومكافحة الآفات والمبيدات والأسمدة المحظورة في التصدير ومعاملات ما بعد الحصاد وموعد الحصاد لكل محصول وشكل الثمار اللي عايزها أسواق العالم. كل حاجة فعلا موجودة في الكتيب السمين ده.